أرجوكي استوري نفسك. استرني أنت. أنت مين؟ حقيقة ضيعة. ضيعة؟ وهلاقيكي إزاي؟ دور عليا في الشمس. الاقتراب من الشمس احتراق. الاحتراق في سبيل الحق خلود. ما اقدرش استحمل نارها. الشمس لطالب الحق نور مش نار يا صابر. روح للاستاذ فتحي خليه يديك فلوسك. Thank you.
عايزه ايه؟ طالبه مساعدتك. في ايه؟ مش عارفه كويس انا عايزه منك ايه. وانت طبعا عارفه ان ده مستحيل. انا عارفه انك ست متجوزه وان طبعا ده ممكن يعرضك للحرم، لكن احنا ممكن نفكر في مليون حل يبعد عنك اي شبهه. ارجوكي، الفلوس اللي اتسرقت دي كل حياتنا، طبعا عمر ابويا اللي راح، امان لمستقبلي انا واخويا وامي. ارجوكي ارجوكي يا فندم. للأسف مفيش بيدي حاجة ممكن أعملها لك. أرجوكي ما تدفعنيش باليأس. إيه ده؟ تبقى تديني في بيتي؟ طب امشي اطلعي برا. ما كنتش متصورة إنك بالبجاحة دي. مش خايفة أبلغ جوزي؟ اخرجي وهو يتهوبي ناحية البيت ده تاني، وإلا هيكون مصيرك السجن. الظاهر يا شاطرة أنت ما عرفتيش الاسم اللي موجود على الباب كويس. ابيعيه وأنت خارجة. مين ما تكوني؟ حقلي مش هسيبه أبدا، هجيبك برضاكي أو غصب عنك. قلت برا. بكها ايوه اكلم شوكت بيه من فضلك. معقوله واحده في مكانتك وتعليم تتصرف تصرف زي ده؟ انت عارفه دي مرات مين؟ هي الشاهده الوحيده وانا عايزه ارجع فلوسي. ما تقدريش تجبريها على الشهاده طالما هي رافضه، كمان ما عندكيش دليل واحد انها شافته. وانا مش هسيبها الا لما تيجي وتشهد بالحقيقه. مش هي تغلط وانا ادفع ثمن غلطتها؟ ارجوك يا فندم ارجوك تساعدني. تاكدي ان انا في صفك، لاني حاسس بمشكلتك وعارف انك صاحبه حق، بس أرجوكي وده لمصلحتك ابعدي عنها قبل جوزها ما يعرف بكل اللي حصل. اللي زي دي وجوزها ما يهمهمش من الدنيا غير شكلهم ومظهرهم قدام الناس. انا اسف يا دكتوره، مضطر اخد عليك تعاون بعد من التعرض ليها. تضحكي عليا على التعهد اللي عايزين تاخدوه عليا. قتيل بيتقتل وعايزين تاخدوا عليه تعهد انه ما يقولش اه. الزمه مش ده شيء يضحك؟ ايه يا صابر اللي انت بتعمله ده؟ هو ده اللي هيحل المشكله؟ يا صابر ليلى ماشيه في سكه خطر. من فضلك انا صابر اخو دكتورة ليلى. يا حلو عني بقى. مش معقولة كده يا مجنون. ايه ده؟ انت عايز تجيب لي مصيبة؟ حفرني بقولك حفرني. مش معقول كده، عاوزين مني ايه؟ كلمتين ارجوك اسمعيهم. اتفضل قول وخلصني. حواريكي بس الواد اللي ليلى بتتهمه، كل المطلوب منك تقولي لي هو ولا لا. وبعدين؟ مش هيكون ليكي دخل باي حاجه، وده وعد مني، صدقيني. موافق، عشان اخلص، اتفضل. ده كان يوم اسمي. What? Have you seen it? What? Have you seen it? What? Yeah! How did he hear the B-side?
ايه ده؟ المكان زحمة قوي، ممكن اي حد يشوف، وبدل المصيبة هتبقى اتنين. طب اتفضلي. انت اتجننت؟ معلش. اتفضى ليه؟ ارقص. عرفت يا مين؟ وقريت ما عرفت يا بروبة. مش فاهم، دي تهمة ماشية على رجلين، سكتها كلها دبابير. وضح كلامك. اسمها ميرفت، متجوزة واحد ايده طايلة. كل ده مش مهم. امال ايه هو المهم يا بروبة؟ الهانم تاخد تأشيرة خروج يا بانجو. طب ازاي؟ نبعت لها واحد يقتلها يا دكتور. طب وبعدين؟ نقتل. طيب ولو اتماسك نروح كلنا في شربة مية؟ لا، دي لعبة كبيرة قوي وعاوزة لعيبة غيرنا. صح يا نونو؟ كلامك صح يا بانجو. لعبة عايزة راجل. احنا تعبنا كتير اوي اوي لحد ما وصلنا للي احنا فيه، وحرام وضيعت كله بخطة. متزعلش يا مرام، المقابلة انتهت. بانجو! نونو! انا لسه في يومي يا ابو ركبة. الو؟ جنينة يا فتحي.
هو انتي عاوزين مني ايه تاني؟ ارجوكي امشي، جوزي زمانه جاي. انا مش مرغوله من هنا الا لما يجي جوزك. تبقي مجنون يا ستي، انا هديكي اللي انتي عايزاه. انتي اصلك مش متصوره ممكن يجرالي ويجرالك ايه لو عرف. هيجرالي ايه اكتر من اللي جرالي انا واخويا ومن غير ذنب؟ ارجوكي ارحميني بقى. وانتي ما رحمتنيش ليه؟ يعني مفيش فايده. حاضر يا دكتور، انا هنفذ لك كل اللي انت عايزاه عشان اريحك وارتاح انا كمان. استنيني بقى لما اغير هدومي عشان اجي معاكي. الو مديرية الأمن، أكلم شوكة ديل لو سمحت. ليه؟ هتاكتيها ليه؟ ما قدرتهاش، ما قدرتهاش تنساني. الشهود شافوكي وانتي خارجة من عندها، والحبل لسه في ايديكي. أنا كنت مسعورة ومرعوبة مش عارفة أعمل إيه. ما قدرتهاش، ما قدرتهاش. أمال ليه قلقت عنها؟ أنا معرفش. أنا جالي تليفون بيهددني بقتل أخويا لو ما بعتش عن الموضوع ده. خفت عليها وجريت عليها زي المجنونة. قلت لها أنا مش هسيب بيتها إلا لو جت وشهدت بالحقيقة. وافقت، وافقت انها تقول الحقيقه. طلعت فوق تغير هدومها، سمعت الصراخه وغريت زي المجنونه. دخلت لقيتها مخنوقه بسني الحبل من ايديها. في ايه الست هاي مالها؟ انا قلت لحضرتك اخر مره كنت رايح اجيب حاجات من السوبر ماركت اللي في اخر الشارع، رجعت لقيت الشغاله بتصرخ وبتجري على السلالم. جريت وراها ببص لقيت الست نايمه على السرير وقطع النفس خالص. ومنها لله بقى، انا شفتها بعناية دول ماسكه الحبل ورمته في الارض اللي خنقتها بيه. فندم انا بقالي 48 ساعه بتحاول معايا من مكتب لمكتب، والله ما قتلتها. صدقوني اعملوا فيه اللي انتوا عايزين تعملوه، بس انا عايزه انام ابوس ايديكم. خلوني انام وارتاح. وقد قررنا تجديد حبس المتهمه على ذمه القضيه حبسا مطلقا، وذلك تمهيدا لتقديمها للمحاكمه بتهمه قتل السيده ميرضة بدران مع سبق الإصرار والترصد. خذ عسكري. علوي رد على الشم وسنين خرس يا ولادي. ايه ده؟ بيت تعزي كده مالك؟ انت جايه في ايه يا بنت؟ ابيض ولا اصفر؟ ها؟ رد. ما ترد يا بنت. انا جيت في البوكس. باين عليها خام قوي. تكونش من الاداب يا بنت؟ انا طب القاهره. ايوه دي. طب ردي عليا، انت عبيطه ولا بتستعبطي؟ يعني شرفتي هنا ازاي؟ ردي ردي عليها. مظلومه والله مظلومه، ما قتلتش حد، ما قتلتهاش. هي مين؟ مين اللي انت ما قتلتهاش؟ ردي بنت، ردي
يا بنت. سلام. اتنامي ده وتربي يا بنت عليا. ابوس ايدك. اسيبوني انا. عايزك تنامي. فاتي يا بنت. فاتي يا بنت يا ولية. فاتي. اوعوا وسعوا كده شوية. شيلي. ما ضحكنا معاك يا ابو رجبه. كان بودي بس انتوا اللي طلعتوا اندال وبعدها لك يا فيومي. ايرو عشان تعرفوا ان فيوم ابو رجبه مش اي كلام. لا ده مخ ومخ كبير قوي. معقوله؟ في ايه يا بانجو؟ انت الدكتوره ايه قتلت ملفت؟ ماليش دعوه انا يا حبيبي ولا حد جاب سيرتي. ابقى كده ضربت عصفورين بحجر. اخلفة ابليس. لا ولعبتها حلوه قوي يا ابو رجبه. وكان لازم تتلعب كده. مش حته بيت زي دي اللي تضيع في يوم ابو رجبه. يعني انت اللي قتلتها؟ ايوه انا اللي قتلتها. وقتل اي حد يقف في طريقي.